السلام عليكم، أنا سلام، أهلا وسهلا بكم في قناتي. في ماليزيا يوجد أقدم مقبرة يهودية في جنوب شرق آسيا، وبالتحديد في بينان، تأسست عام 1805 على طريق مكان يسمى بجلان عابدي. الآن زمان هذا الشارع يسمى جلان يهودي. كلمة جلان في ماليزيا معناتها شارع، شارع يهودي كان اسمه، بعدين أصبح جلان عابدي أو شارع عابدي. في واحد يهودي اسمه ديفيد مردخاي، هذا المدير السابق لفندق E&O، يعني مجموعة الفنادق هذه، كان موجود هناك في عام 2011، وكان قد عمره 90، وكان تقريبا قبل عيد ميلاده 90. وهذا الرجل معروف على أنه واحد من 10 اللي يعتبروا آخر 10 يهود موجودين في ماليزيا، واللي أصلا لو خرجوا من ماليزيا مستحيل يرجعوا، لأن الدولة الماليزية ممنوعة تدخل أي يهودي. إذا أنت يهودي وعايز تقعد هنا خليك مكانك، وفعليا جلسوا وماتوا مكانهم، واللي هم كانوا آخر 10، وتقريبا لا يوجد أي يهودي. الدوريان، أو الذي يعرف باسم ملك الفواكه في ماليزيا، هذا يعتبر واحد من أكثر الفواكه ذات الرائحة الكريهة، لديها رائحة كريهة لكن طعمها جميل. هو يعتبر طعام وفاكهة شهية جدا في ماليزيا، والناس يدفعون مئات الدولارات مقابل هذه الفاكهة التي تخرج منها واحدة من أكثر الروائح الكريهة في العالم. وهذه الفاكهة ممنوع استخدامها في ماليزيا في الفنادق أو الأماكن يعني الرسمية وما إلى ذلك، لكن الماليزيين ولا على بالهم، عايزينها، وللأسف أنا برضو كذلك بحبها. الزهرة التي تسمى برافليجا، وتعتبر أكبر زهرة في العالم، يصل عرضها إلى 3 أقدام، وزنها يصل إلى 22 رطل، وهي ليست فقط أكبر حجما بل أكثر نتانة. تعرف هذه الزهرة بأنها تخرج منها رائحة كريهة مثل اللحم المتعفن. هذه واحدة من الزهور النادرة والتي تعتبر أكبر زهرة موجودة في العالم. طبعا هذه الزهرة تنفتح 4 أيام كل مرة للحصول على عناصر غذائية، وتندمج مع نفسها ثم تعود وتغلق نفسها. الجزء الوحيد المرئي هو الزهرة الفعلية، لأنها ليس لها جذور أو أوراق أو سيقة. الشعب الماليزي شعب يضيف كلمة له في أي حاجة يقولها، فمثلا أوكي له، بوليلا، جودلا، بادلا، هذه كلمة مستخدمة عامية، سواء كانت بوليلا والتي تعني بولي يعني يستطيع، وكلمة له هي إضافة ليس لها أي معنى لكنها تضاف في الكلمات، له له له. فأنا أقول لك فهمت له ولا ما فهمت له، فأنت تقول لي أوكي له. في ماليزيا اشتهرت جملة اسمها فلامي تو ذا مون، نعتقد انها اغنية، لكن الحدث الذي مركز على هذه الكلمة كان في واحد داتو دكتور اسمه شيخ مظفر شكر، وهذا هو اول رائد فضاء ماليزي يطير الى الفضاء. تمت رحلته في شهر رمضان، فكان عليها الاحتفال من الفضاء برمضان، وبما انها كانت المرة الاولى التي يكون فيها مسلم في المدار ذلك في الفضاء، كان الجميع يراقبون ليروا كيف كان قادرا على الصلاة بدون الجاذبية والعثور على مكة والصيام طوال اليوم. لذلك اعدت ماليزيا دليلا ارشاديا لرواد الفضاء المسلمين المستقبليين بعنوان ارشادات لاداء الشعائر الاسلامية في محطة الفضاء الدولية. مع ذلك صنفوا على انه واحد من بين المسلم الاوائل الذي صام رمضان في الفضاء وشاف الفضاء وصلى في الفضاء، وهذه حاجة تتميز بها ماليزيا عن غيرها من الدول. ماليزيا سجلت لنفسها أصغر طيار في العالم. في عام 2013 طار الكابتن جيمس أنتوني الذي عمره 21 سنة منفردا حول العالم لوحده، طار بطائرة من نوع سيسنا 210 إيجل لمسافة 40,000 كيلومتر لمدة 50 يوم، ويعتبر أصغر طيار في العالم. الطرق السريعة اللي موجودة في ماليزيا إجمالا بمجموعها يعني، وهذا إن دل على شيء يدل على التطور الرهيب والجميل جدا في ماليزيا، 65,877 كيلومتر، هذه مجموعة الطرق السريعة في ماليزيا، وهذا الرقم هو ما يزيد عن محيط الأرض، لأن محيط الأرض 40,000 كيلومتر. رهيبة جدا أنت يا ماليزيا، فعليا دولة جميلة وفيها أشياء جدا جدا يعني تعطيهم كذا، ترفع لهم التحية والله. كل دولة في العالم فيها دوار، ما نختلفش، الدوار معروف اللي بتشوفه في الصورة. في بوتراجايا هذه العاصمة الإدارية الماليزية اللي فيها كل السفارات والوزارات وكل شيء في الدولة، الدولة الماليزية والبرلمان وكل شيء موجود هنا، بالإضافة إن فيها أكبر دوار موجود في العالم. القطر الإجمالي لهذا الدوار 3.5 كيلومتر، لك أن تتخيل. الأكل الماليزي وغالبا الأكل الأسيوي ما هوش أكل محبب عند العالم، يعني تقدر تقول كذا الماليزيين ما عندهمش نفس كويس في الأكل، أكلهم تلاحظوا شوية كذا مخبوص ومخبصة شوية الدنيا يعني. وإحنا في هذا الوضع وفي هذا الموضوع ما علينا إلا نتبع نفس الحكمة التي قالها المرحوم سمير غانم رحمة الله عليه، كل واحد حر في موزه، وفعليا هم أحرار بموزهم. مع ذلك يوجد في ماليزيا ولاية اسمها بينانغ، هذه الولاية يا أصدقائي السيطرة الصينية فيها أكثر من الماليزيين نفسهم اللوكال المحليين اللي هم أصحاب الأرض. لكن هذه الولاية اللي اسمها ولاية بينانغ في ماليزيا فيها منطقة اسمها جورج تاون. جورج تاون هذه المدينة القديمة والجميلة الأثرية، هذه المدينة
المدينة الجميلة التي اعتبرتها اليونسكو واحدة من أجمل المناطق في آسيا، تعتبر عاصمة الغذاء أو الغداء أو الأكل الجميل في ماليزيا. مع ذلك فعليا أنا كتجربة شخصية عندما ذهبت إلى بينانج فعليا طعمت أكلهم مرة مختلف عن الماليزي. كل شيء في بينانج حلو مقارنة بالمناطق الثانية، فعليا أكلهم كويس. طبعا أنا لما جيت ماليزيا كنت أكره أكلهم موت، تقريبا ظلت سنتين وأنا ما أكلش، لكن الآن سامحني. أي حد بيجي ماليزيا ويستغرب عليه والله العظيم Oh my God, what is this؟ أصبحنا نأكل حاجات عجيبة يا جدع. بس ما تخافوش، الأكل الماليزي لأن عشان الشعب الماليزي مسلم، أكل كله مسلم ونظيف يعني وحلال. نسبة الأمطار في ماليزيا مرتفعة جدا جدا جدا، حيث مرة من المرات وصل نسبة الأمطار على كوالالمبور في سنة واحدة إلى 200 مرة، بينما منطقة أخرى في ماليزيا والتي تسمى بسراواح سجلت 253 مرة مطر في السنة، وهو رقم فعليا مرعب. أمطار، مع ذلك الأمطار واحدة من الأشياء المستمرة والدائمة في ماليزيا. في ماليزيا معهم عملة رسمية اسمها الرينجيت، الرينجيت الماليزي، وهذا هو مصطلح مؤرخ لكلمة خشنة أو ما تسمى بالجاكت بالإنجليش في لغة الملايو هذا. وبالنسبة عند الماليزيين هذا العملة بالذات الماليزية تشير إلى شيء مرتبطة بالتاريخ الماليزي الإسباني والتأثير بالماليزيين بالإسبان، وتشير هذه العملة الماليزية إلى الحواف المسننة للدولار الفضي الإسباني الذي كان مستخدم على نطاق واسع في تلك المنطقة في القرنين 16 و17. فما خذ الفكرة من هذا الشيء؟ في ماليزيا يوجد 4 مواقع للتراث العالمي تم تحديدها بواسطة اليونسكو، وهذه مناطق فعليا جميلة وأثرية وتاريخية ورهيبة بامتياز يا أصدقائي، وهي حديقة غونونغ مولو الوطنية ومنتزه كينا بالو ومدينتي ملاكا وجورج تاون التاريخيتين وموقع التراث الأثري لوادي ليغون. هذه المناطق كلها أثرية جميلة وتحمل على شيء جميل جميل جدا كما تشاهدوا. أعلى ارتفاع ونقطة في ماليزيا هي في جبال كينا بالو، وواحدة من الأماكن اللي أنا نفسي أزورها لساتي ما زرتها والله، بس منطقة جدا 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 جميلة، وهذه تقع في جزيرة بورنيو وعلى ارتفاع 13435 قدما، حتى إن اليونسكو اعترفت بأن هذه الذروة من موقع التراث العالمي. طبعا ماليزيا توجد في ثالث أكبر جزيرة في العالم. طبعا هذه الجزيرة في العالم اللي تقع فيها المناطق الماليزية كما تشاهدون الآن في الخريطة، لأنني أخبرتكم أن ماليزيا تقع في منطقتين، منطقة خليج ماليزيا ومنطقة جزيرة بورنيو. بالنسبة لهذه الجزيرة هي ثالث أكبر جزيرة في العالم بعد غرينلاند وغينيا الجديدة. هذه الجزيرة مشتركة بين 3 دول التي هي ماليزيا، إندونيسيا وسلطنة بروناي المستقلة. أما بالنسبة لبروناي حاليا الآن تسمى في القرن 21 بأرض الذهب. طبعا بروناي هذه الآن أصبحت مملكة لحالها، الناس وجماعتهم الملك اللي هناك انشق بنفسه مع الناس وأصبحوا دولة. كانت زمان كلها مع ماليزيا أرض واحدة وكانوا سواء، لكن حكم الحياة راح وخذ الذهب معه. في ماليزيا توجد واحدة من أقدم السلطنات الموجودة في العالم. لما يقول لك سلطنة كذا، هذه السلطنة كانت قديما تعرف بسلطنة قدح أو كدح. طبعا كدح هذه الآن توجد في ماليزيا حاليا، لكن كدح تعتبر واحدة من أقدم السلطنات في العالم، تم تأسيسها في عام 1136 ميلادية. في ماليزيا يوجد نوع فريد وجميل من القطط المختلف النادر، وهذا النوع من القطط يسمى بالقط البرتقالي الضخم المخطط والمعروف باسم نمر الملايو. تم العثور على هذه النمور أو القطط في شبه جزيرة الملايو، وشوهدت أيضا في منطقة كلانتان الماليزية وباهانك و جهور. لكن لسوء الحظ هذه الأنواع أصبحت مهددة بالانقراض، ولا يوجد منها حاليا سوى 350 على مستوى الكوكب. والله حاجة تزعل جدا. ماليزيا تعتبر ثالث أكبر دولة منتجة للمطاط، هذه المطاطة الطبيعية، وأيضا أكبر مورد للقفازات المطاطية في العالم. تعتبر ماليزيا أنها موطن أكبر التجمعات للكوبرا الملكية في العالم. تعرفوا هذا الحيوان المخيف، أكبر تجمع من هذا النوع يوجد في ماليزيا. أطول نوع من الأشجار في العالم موجود في ماليزيا، تخيلوا. هذه الأشجار الاستوائية طبعا والتي تسمى باللغة الماليزية بتوالانك، يبلغ قطر قاعدتها فقط أكثر من 10 أقدام ويصل ارتفاعها إلى 162 قدم. هذه الفاكهة التي تسمى بالبوميلو الموجودة في ماليزيا تعتبر واحدة من الحمضيات الأكثر وفرة في العالم، هذه أصلا فاكهة أصلية ماليزية. الفاكهة قد يصل وزنها من بين كيلو إلى 3 كيلو كيلوغرام، وأيضا ممكن يصل حجم الواحدة إلى كرة صغيرة. ماليزيا قلنا لكم دولة مقسمة في منطقتين، لذلك إذا الماليزي الذي عايز يجي من كوالالمبور عايز يروح صراحة وصراحة الشق الثاني لابد ما يكون معه جوازه كذا
لأن ماليزيا دولة مقسمة إلى ولايات، وكل ولاية لها نظام خاص بها. بالنسبة لصباح وصراوح لأنها بعيدة جغرافيا أيضا بينهم بحر، فأيضا لديها نظام جوازات وهجرة خاص بها، ونظام immigration خاص بها، لدرجة حتى لو عايز الماليزي نفسه يسافر إلى صباح وصراوح اللي هي ماليزيا محتاج لجواز السفر وتأشيرة. وشكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو من كل قلبي، إلى أن نراكم إن شاء الله في فيديو ثاني وحقائق جميلة نتعرف عليها عن العالم سوية. السلام عليكم.